السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. والنهارده يوم جديد من يوميات بوسي. يومنا النهارده هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهارده اول فيديو اعمله بالشكل ده، وانا ما كنتش حابه اعمل اي فيديوهات من النوعيه دي، ولا كنت حابه طبعا ارد على اي حد ولا على اي اسئله ولا على اي حاجه هتجيني سلبيه. بس عايزه اقولك انت اللي علقتي لي على الفيديو ده، انا هنزل لكم التعليق، انا تقريبا واخده سكرين بيه، هنزل لكم التعليق بتاعه وهتشوفوه. التعليق هو زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، انتقاد جايلي على حاجه انا اصلا مش بعملها، فانا مش عارفه ازاي انت علقتي على الفيديو بالطريقه دي. الفيديو اصلا ما فيهوش اي حاجه، انا لما بطلع بوشي واكتفي زي ما انتوا شايفين، عمري ما طلعت بطولي ابدا على اليوتيوب زي ما انتوا شايفين. حتى لو بعمل روتين، انا اخر روتين عندي انا مش ظاهره فيه اصلا، ولا حتى عامله فيه مقدمه اصلا، يعني حتى المقدمه مش عاملاها فيه. فين وفين لما بعمل مقدمه، وساعه ما بعمل مقدمه بطلع بوشي واكتفي فقط، عمري ما طلعت بحاجه غير كده. لما يجي لي تعليق زي كده ومش قادر اقول لك التعليق ده عمل فيا ايه، مش قادر اقول لكم التعليق ده عمل معايا ايه، معنى كده انت مش واحده متابعه اصلا. لما تقولي كل فيديوهاتك بتعملي تظهري فيها بجسمك، طب ليه؟ ازاي في كل فيديوهاتي فين؟ ادخلوا بصوا على الفيديوهات من اول فيديو لاخر فيديو وشوفوني انا طالعه في الفيديوهات بوشي ولا لا. نادر قوي هتلاقوا حوالي مش هيكملوا كلهم على القناه 10 او 15 فيديو اللي طالعه بيهم بعمل مقدمه بوشي، بس 10 او 15 فيديو، وده لما اكون حابه ان انا اتواصل مع الجمهور او اظهر لهم، فبظهر في مقدمه فقط، غير كده ما بطلعش اصلا بوشي خالص. حتى اي روتين بعمله، وانا اصلا قناتي قناه طبخ، اساسا قناتي قناه طبخ مش قناه روتينات اصلا. لما بعمل روتينات بيبقى نوع من التغيير، وفي نفس الوقت هتلاقوا الروتين ده فيه طبخ برده، فيه طبخه، فيه اكله، بس بقول لكم يومنا كان ماشي ازاي مع الاكله دي. بس ده يعني انا قناتي مش قناه روتين اصلا، قناتي اساسها قناه طبخ. لما كنت كاتباها الاول مطبخ بوسي اكلات على قد الايد، كنت كاتباها مطبخ طبخ فقط، وكنت ناوي اعملها كده. حبيت انوع واجدد من القناه، غيرت اسم القناه وسميتها يوميات بوسي، يوميات بوسي، علشان خاطر طبعا يبقى لو في اي حاجه حصلت في اليوميات او في لوج او كده احب اصوره وانزله معاكم. لما يجي كومنت زي كده من واحده مش متابعه، انت اصلا مش متابعاني. لما يجي لي بقى كومنت من واحده بالشكل اللي انتوا شفتوه قدامكم ده، الله اعلم هي انت كاتبه الكومنت ده اساس ايه، على اساس ايه؟ انت اصلا شكلك كده مش متابعاني. انت لو متابعاني هتشوفي كل فيديوهاتي انها قناه طبخ وبايدي فقط، لا بطلع بوشي ولا بظهر بطولي اصلا نهائي، تمام؟ ولو ظهرت بطولي مش هيبقى فيها اي مشكله، لان هظهر بطولي وباحترامي ده لو ظهرت، لكن انا مش حابه كده خالص، مش حابه كده. لما بظهر بطلع بس اعمل مقدمه، وبحاول ان انا اطلع لكم عشان اتواصل معاكم او كده كل كام فيديو لما اطلع بوشي. فلما انت تيجي تكتبي كومنت زي كده، مش هقول بس غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، وعمري ما قلتها ولا كنت هطلع ارد على اي كومنت سلبي. انا طبعا بقبل النقد، انقذوني في اي حاجه، انقذيني في اي حاجه، اكلك مش حلو، شقتك وحشه، روتينك مش حلو، انقذي قولي اي حاجه خلال الشغل اللي انا بعمله، لكن انت جايبه لي حاجه اصلا انا ما بعملهاش، اصلا مش فيا اصلا ولا في قناتي نهائي. معلقه بقى كومنت ان هو ينرفزني او يعصبني، كومنت ده ما نايمنيش طول الليل، عشان اقول لكم الكومنت ده خنقني وما نايمنيش طول الليل. استفدت ايه من حرقه الدم؟ لما حرقت دم واحده والله العظيم انا ولا بيهمني ديسلايك، ولا بيهمني عدم الاعجاب بالفيديو، ولا بيهمني ان انت مثلا تقولي كومنت سلبي من خلال الفيديو، لا لو كنت عملتي الاكل دي بطريقه كذا كان يبقى احسن، لا مثلا انت عارضه مثلا شقتك، ليه شقتك وحشه؟ والله العظيم مش هيفرق معايا كل ده، لان طبعا عمر ما حد هيجتمع على حد اللي هو عاجبه شغلي، عمر ما كل الناس هيعجبها شغلي ولا كل الناس مش هيعجبها شغلي، لازم يبقى في كده وفي كده. وطبعا انا بقبل النقد جدا وما بزعلش من النقد نهائي، لكن لما يجي نقد زي ده اصلا مش في قناتي اصلا، ولا عمري طلعت بالشكل اللي انت بتتكلمي فيه ده، يبقى هقول لك ايه؟ مش هقول لك غير الله يسامحك وحسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد، مش ليا انا بس، في اي حد بيسب اي حد بدون وجه حق، يعني انت مش بدون وجه حق، لو في حق هقول ماشي او حقها او كده، لكن انت ده كومنت بدون اي وجه حق، مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يسامحك على الكومنت ده يا شيخه، الله يسامحك، انا ما طلعتش ضريت حد عمري نهائي، ما ضريت حد عمري نهائي، ما زعلت حد، اي حد بيزعل مني انا اللي بصالحه، سواء من اصحابي او من معارفي على الواتس او من اصحاب القنوات، لو زعلان مني في حاجه بدخل انا اللي اصالحهم واعرف زعلانين ليه وايه السبب، عمري ما زعلت حد. يعني انت حتى لو واحده تعرفيني زعلتك في ايه علشان تكتبي لي كومنت زي كده، انا زعلتك في ايه؟ عمري ما زعلت حد، تمام؟ انا اتظلمت في الكومنت ده قوي، ولو كان يعني
كان ممكن تسببي لي حاله نفسيه وحشه. وهي فعلا عملتي انت كده بالشكل ده، عملتي لي حاله نفسيه وحشه بجد. فطلعت ارد من استفزازي ومش هقول بس غير الله يسامحك، وانا مش مسامحاكي على الكومنت اللي انت كتبتيه وحرقتي دمي بيه، لان هو اصلا ما فيهوش اي وجه من الصح اصلا. واسفه جدا ان انا طلعت لكم بفيديو زي كده، وانا ما بحبش اصلا اطلع بفيديوهات زي كده خالص، ولا اتكلم على حد، ولا عمري جبت سيره حد في قناتي، ولا عمري كنت هجيب سيره حد. الكومنت انتوا شايفينه بعينيكم، انا حتى مش هظهر اسمها ايه علشان برضو ما حدش يعرف الاكونت بتاعها ولا اي حاجه. انا هعمل برضو هشطب على الاكونت بتاعها عشان محدش يعرف برضو اسمه ايه لاخر لحظه، برضو براعي شعور الناس. وانت اكيد اكيد عارفه نفسك، اكيد عارفه نفسك. هقول لك بس الله يسامحك، بس انا مش مسامحاكي بس كده. يا رب ما اكونش ضايقت حد النهارده، ويكون الفيديو ما ضايقكوش، لان انا ما كنتش حابه اعمل اي فيديوهات من النوعيه دي، بس حبيت اوصل لها رساله اقول لها انت زي ما ضايقتيني ممكن تضايقي غيري. بلاش تعلقي التعليقات دي، واقول لكم يا جماعه والله العظيم مش عاجبك الفيديو، قلت لك علقي على محور الفيديو او خلال الفيديو بتعليق سلبي وبنقد، يعني نقد حلو، نقد بناء كده، ان انت تقدري تعدلي من نفسك او تصلحي من نفسك. يعني لو جالي نقد ممكن اصلح من نفسي، لا انت مثلا الاضاءه عندك وحشه اصلح بقى من الاضاءه، صوتك واطي لا احاول بقى اجيب مايك ولا اعمل اي حاجه كده تعلي الصوت. يعني نقد ان انا بناء، ان انا اعمل عليه حاجه كويسه استفاد من النقد بتاعك، مش يتحرق دمي وضغطي يترفع وما نمشي طول الليل. انا خلاص ما عنديش كلام تاني اقوله غير ان اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. والله مش عاجبك الفيديو اطلعي من الفيديو. في قنوات طبعا انت بتقولي روتينات والكلام انت بتتكلمي عليه اصلا ايه اللي مش فيا، اللي هو الروتينات دي ما تخشهاش، مش عاجبك ما تخشش الروتينات دي، لان انت هتدخلي هتشيلي ذنب الروتين ده اللي انت بتتكلمي عن اصحاب الروتينات اللي بالشكل ده، اللي اصلا عمري ما هعمل حاجه زي كده انت بتتكلمي عليهم. ما تخشيش اصلا لو انت قصده واحده معينه، وممكن الله اعلم ممكن اتلخبطتي فيا وقصدك واحده تانية، بس لو مش عاجبك الواحده التانية برضو بلاش تكتبي لها كومنت زي كده، وما تخشيش القناه بتاعتها اصلا، يعني ولا تفيديها بمشاهده ولا تفيديها بلايك ولا تفيديها باي حاجه ولا تخشي قناتها بس كده. يا رب ما اكونش طولت عليكم، وما اكونش زعلتوا مني ولا اتضايقتوا مني من الفيديو ده، واسفه لكم جدا. وطبعا انا بحبكم قوي قوي، وتشجيعكم انا مستمره ان شاء الله، ومش عشان كومنت او اي حاجه طبعا انا هسيب القناه ولا هقفلها ولا الكلام ده، لا انا مكمله معاكم باذن الله. يا رب ما تكونش زعلتوا مني، بس اترككم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.